أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أسبقت من نعم، وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله المبلغ عن ربي بالحق والهادي الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان. ومزنا في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع النبوي، ومع السيرة النبوية يعني ومع الأحداث ديالها، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى غنتكلموا على الإرهاصات اللي غتسبق الهجرة، الإرهاصات اللي غتسبق الهجرة. غنتحدثوا أولا على المقاطعة. بعد ما رأوا كفار ديال قريش أن المسلمين كيزدادوا وأنهم متمسكين بالدين ديالهم وأن الإيذاء والعذاب اللي وقع للمسلمين وأن يعني خصوصا المستضعفين منهم، حتى أن يعني المسلمين اضطروا الى انهم يدخلوا، بحال سيدنا ابو بكر الصديق دخل وشرى سيدنا بلال واعتقه، وثم ان مصعب بن عمير وهو شاب اللي كان كيعيش الحياه ديال الابهه وديال الفخفخه، لما اسلم مو منعت عليه كل شيء حتى اصبح يتحرك في المدينه في مكه يعني في واحد الحاله ديال الهزال واللباس يعني المرقع، بعد ما كان كيتعرف بالعطر اللي كان كيديروا ملي كيكون جاي بالعطر، كان كيلبس احسن الالبسه. فلما اسلم قطعت امه. هاد الامور كلها ما يعني ما زادت المسلمين الا تمسكا بالدين. فاتفقوا كفار قريش وعلى راسهم ابو جهل وأمية بن خلاف وأبي بن خلاف وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان والوليد بن المغيرة، أنهم يقاطعوا بني هاشم، ما يتزوجوا منهم، ما يبيعوا لهم، ما يشريهم، وخرجوا من مكة ونزلوا في واحد الشعب، بقوا تما 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم حتى غير المسلمين منهم، من الذين كانوا كيوقروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من المسلمين ما يتزوجوا منهم، ما يبيعوا معهم، ما يشريوا معهم، ما يقطعوا المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، ودامت لمدة 3 سنوات حتى أكل بنو هاشم، أكلوا من أوراق الأشجار ومرضوا، ومن جملة الناس اللي مرضوا أمنا خديجة رضي الله عنها مرضت، وكذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب. وكانوا هذوك الكفار قريش كتبوا واحد الصحيفه ديال المقاطعه وعلقوها في الكعبه، داخل الكعبه، على انهم يبقاو ملتزمين. ولكن بعض يعني الاخيار من دوك الناس ديال قريش اللي فيهم شويه ديال النخوه ديال، قالوا دي ما يمكنش يستمر الامر هكذا، واتفقوا فيما بينهم على انهم يقطعوا ديك الصحيفه. واصبحوا واحد الصباح وأعلنوا أنهم هذه صحيفة ظالمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الحق سبحانه وتعالى بأن ذاك الصحيفة كلاتها الأراضة. الأراضة هي التونية، هي مكتوبة في الجلد. قال له كلاتها الأراضة إلا المكان اللي مكتوبة فيه باسمك اللهم. فأبو طالب قال هو قالها 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 لعمه، قال له وديها كاينة، كان سير قولها لهم ويشوفوا، فإذا كان الأمر صحيحا تفكت القضية. قال له واخا، مشى لعنده، لقاهم مناقشين، واش الفريق اللي كيقول له ودي هاد المقاطعة راها ظالمة خصنا نفكوا المشكل، والفريق اللي كان باقي شد في المقاطعة اللي أبو جهل واللي كان قال هذا أمر دبر بليل. فوقف عليهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان ينصره. قال لهم راه ان ابن اخي كيقول لكم داك الصحيفه اللي علقتو داخل الكعبه راه كلاتها الارض ولم يبقى منها
الا باسمك اللهم، بمعنى داك البنود اللي درتو ديال الظلم كلها مشات. قال لكم الا كان هذا الشيء اللي كيقول لكم هو الصح، ما تخليوه بينه وبين الدعوه، ولكن هذيك الصحيفه باقا صحيحه ديروا اللي بغيتوا. فلما دخلوا حلوا الكعبه ودخلوا خداو تقلبوا على ديك الصحيفه لقاو فيها غير ديك الطريف اللي مكتوبه فيه باسمك اللهم، فنزلوا به وقالوا هاي. فتفكات هذه القضيه ديال الحصار الاقتصادي واللي دام 3 سنوات، من السنه السابعه للبعثة حتى للسنه العاشره. في السنه العاشره هذا العام كيتسمى عام الحزن، يفقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوج ديال الناس من اقرب الناس اليه واعزهم لديه. اولا عمه ابو طالب، هذا عمه ابو طالب هو الذي كفله بعد موت جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات، كان كيفضوا على ولاده، كان مقطر ليه من عينه، عزيز عليه. لما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوه ديالو، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجه رضي الله عنها وفتح عليه سميتو الخير، جا لعند عمه قال له علي ابنك يكون تحت الرعايه ديالي، فاخذه عنده. علي بن ابي طالب تربى في بيت نبوه. لما اعلن عن الدعوه، لما نزل عليه وحنا على الدعوه وبدا يعلن صراحه وتيخرج، جاو كفار قريش عند عبد المطلب عند ابو طالب قالوا له يا ام، جاو قالوا له يا اما انك تسكت علينا دخوك هذا، ولا راه غن يعني غناديوك حتى انت. فعيط عليه قال له ابن اخي ارفق بيا، انا ما قادش على هاد الناس هادو، شوف هاد الناس هادو واش كيطلبوا، ارفق بيا راه كيقول لك اودي اي حاجه بغيتيها نعطيوها لك، غير ما تذكرش الالهه ديال النبي سوء. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. قال له والله يا عمي يكون يجيبوا الشمس ويعطوها لي في من ديالي والقمر يعطوه لي في اليسر ديالي باش نتخلى على هذا الامر، ما نتخلى عليه حتى يبينوا سيد ربي حتى يظهره الله او اهلك دونه واموت دونه. فقال له عمه ابو طالب اذا ابن اخي فقل ما شئت والله لا اسلمك لهم ابدا. لما جاته الموت بعد 3 سنوات اللي دوزها في الحصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم بجنبه كيقول له يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله، وكفار قريش ضارين به، هل تترك مله ابائك واجدادك؟ فقال اخر كلمه قالها بل على ملة عبد المطلب. فسروها العلماء، عبد المطلب كان كيأمر بالله تبارك وتعالى، الملة ديالو هي ملة إبراهيم عليه السلام. كان بعض العلماء تقول بأن أبا طالب مات على الإسلام، كل واحد يقول تقول كلا لم يعلينا، والأمر لله من قبل ومن بعد. من بعد منه بمدة تموت السيدة خديجة، وما أدراك جوهرة في الدار، جوهرة كان ملي كيدخل كيلقى عندها الوناس، تزوج بها وعمره 25 عام، وعاش معاها الحياة ديالو كل يعني 28 عام، لأن 53 عمره 53 عاد هاجر للمدينة، تما غادي يتزوج بالسيدة عائشة، وقبل منها يجوز يعني بالسيدة سودة بنت زمعة، ولكن قبل منها يعني مات، لما مات هو عمره 50 عام، 50 عام. في ديك 25 عام اللي دوز معها ما شاف معها إلا الخير، بيت ديال النبوة كان بيت ديال النساء، في مجتمع كان كيدفن البنات وكيعتبر النساء مجلبة للعار،
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، البيت ديالو اش فيه؟ أمنا خديجة وبنته زينب وبنته رقية وبنته أم كلثوم وبنته فاطمة. هذا هو البيت ديال النبي صلى الله عليه وسلم. باش ما يجيش شي واحد اليوم ويقول لنا بأن الإسلام ضد المرأة. السيدة خديجة هي القطب ديال البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيخرج الدعوة يدعو الله تبارك وتعالى وكيلقى من كفار قريش ما يلقاه، لما كيدخل شكون كيلقى؟ كيلقى الوناس من السيدة خديجة تقول له اصبر فإن الله ناصرك. داكشي اللي قالت له النهار الأول، والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، هذيك أبدا لا يخزيك في ذلك الوقت وبعده يعني سينصرك. يعني كان كيلقى عندها ذاك الوناس وذاك التشجيع. فلما ماتت حزن عليها حزنا عظيما جدا، ودار الحزن ديالو يعني انه ما بغاش يتزوج. حتى قالوا له الناس الصحابه قالوا لا تزوج، قالوا عندي بنيات صغار، قالوا تزوج امراه اللي تقابلهم. فتزوج بالسيده سوده بنت زمعه، كانت امراه كبيره في السن، تزوج بها. بعد وفاه ابي طالب وفاة السيدة خديجة كفار قريش عاد ما زادوا فيه، ولو تأديوه في الخارج ولو تأديوه في الدار ديالو. يعني من جملة الأمور اللي وقعت له هو كان شي مرة كيصلي في الكعبة، لأنه كان كيجي تلت موت حداهم، هو ساجد جاو هزوا الكرشة ديال الجمل سلا جزور وحطوها عليه، كيخليو حتى كيجدوا لحوا عليه التراب، وكيرجع للبيت وفاطمه بنت رسول الله كتبكي كتقول له يا ابي هؤلاء تجرؤوا عليك من نهار مات ابو طالب. فقال لها لا تبكي يا بني فان الله ناصر اباك. هذه من الامور اللي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه السيده خديجه. هنا غيضطر النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من مكه والذهاب الى الطائف. شنو غادي يوقع تما؟ هذا ما غادي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. نعم السميع كتاب. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في الحله الجديده لبرنامجكم التجويد الميسر، وفيها باذن الله تعالى سنواصل التعريف باحكام التجويد ونختم بفقرة المصحف المعلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة. عدنا والعود أحمد رجعون كما يقول السادة العلماء. إذا وقفنا بعد وفاة السيدة خديجة وداكشي اللي وقع النبي صلى الله عليه وسلم، تطاول عليه كفار قريش تطاولا يعني تجاوزوا فيه كل الحدود، السب والشتم ثم الإيداء، وأهدوا حتى الصحابة يعني كبار الصحابة بحال سيدنا أبو بكر الصديق. شي مرة شدوه وبداو كيضربوه حتى ما يعرف وجهه، الوجه ديالو ما كيعرف فين هو، النيف ديالو فمو تيضربوه حتى نتفخ الوجه ديالو. ولما اغمي عليه لما افاق قال لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رسول الله بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف هادشي هذا خرج من مكه وقصد الطائف، ومشى معاه زيد بن حارثه. زيد بن حارثه هذا كان انسان حر في الدوار ديالو مع العائلة ديالو، هجمت عليهم قبيلة أخرى شدوه تباعوه، تباع في سوق النخاسة، تباع شرته أمنا خديجة. لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم هدته له، قالت له هذا خادمك زيد بن زيد.
فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه وتبناه على عادة العرب. كان كي يتسمى بزيد بن محمد حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ونزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. باه لما عرف المكان ديال اللي نبدا كيقلب عليه حتى عرف أين يوجد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد أنا بغيت الولد ديالي. قال له: ها هو، إلا بغي يمشي معكم يمشي معكم. فقال لهم زيد بن حارثة: لا أبدا، نمشيش معك الوالد، نبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقى قال له، بقى شاف التعامل ديال النبي صلى الله عليه وسلم معاه، قال له: بقى ارتاح. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال لأبدلوا ولا وقت ما بغيتي تجي لا أنت أنا أمه مرحبا بكم. هذا زيد بن حارثة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه. فمشى هو وياه، مشاو للطائف، دخلوا للطائف، دعا أهل الطائف، دعاهم إلى الإسلام، تقيف دعاهم إلى الإسلام. شنو الجواب ديالهم؟ قالوا له: ما القاصد ربي ما يصيفط غير انت، ما كانش شي واحد من الكبار ديال قريش وكبار ديال الطائف الاغنياء، لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ربي اللي كرمه بالسيده خديجه: الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. وقالوا ربي كيحكي عليهم: وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي يقسمون النبوة؟ النبوة ربك يعطيها من بغى، والهداية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وسلطوا عليه سفهاء وغلمانهم، هذا الشيء كنعرفوه، سلطوا عليه السفهاء ديالهم، السفهاء والرعاوين، كل المجتمع فيه الرعاوين، خصوصا لما كيكونش لما كتكونش التربية والأخلاق كيكونوا الرعاوين، سلطوا عليهم الرعاوين ديالهم والغلمان، أي الغلمان العبيد، وبداو كيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم كيضربوه والحجر حتى أدموا قدميه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الطائف، تحضر واحد الشجرة وبدأ يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بداك الدعاء اللي كنا قلنا شحال من مرة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسأني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فما شافين يكمل هذا الدعاء حتى جاء سيدنا جبريل ومع ملك الجبال، قال له: يا رسول الله، يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد بعث معي ملك الجبال، أمره أن يطيعك في قومك. قال له: رصيد ربك يسلم عليك، ورصفت معايا ملك الجبال، وقال له اللي قال لك محمد في القوم ديالو دير، أمره أن يطيعك في قومك. فقال ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين جبل أبي قبيس وجبل قيقوعان، مكة في الوسط. قال له: لاقهم، نمحي قريش من الخريطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سري عنه، عرف بأن سيدي ربي ما غاضبش عليه، لأنه كان اعتقد بأن هادشي اللي كيوقع له أنه ما نجحش في الدعوة ديالو. قال له: لا، قال له: ما دير حتى شي حاجة، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، يمكن هما يمشيوا ولكن ولادهم يوليو من الصالحين. وفي رواية قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قال جبريل عليه السلام: صدق من سماك رؤوفا رحيما. وسبحان الله العظيم، ربي غادي يبين ليه واحد الامر. هو قاعد تما تحت واحد ظل واحد الشجره، وقدامه واحد البستان ديال بني ربيعه، شيبه عتبه وشيبه، وهذا ربيعه هذا وابو الوليد، هذا من كبار كفار قريش ومن الصناديد. لما شافوا النبي بقى فيهم، صيفطوا واحد الخادم عندهم من نواحي العراق، عبد اسمه عداس. قال له: شوف، دي لي هذا القطف ديال العنب، ديه له. اداه له، وصل عنده، قال له: هذا راه صيفطوه لك سيادي. قال له: زين، بسم الله. ها هو قال بسم الله، وذاك عداس ذاك قال له: ماذا قلت؟ قال له: بسم الله. قال له: هذا الكلام لا يقوله اهل هذا البلد. قال له: من اي بلاد انت؟ قال له: من نينوى العراق. قال له: من بلدي النبي الصالح يونس بن متى، من بلدي العبد الصالح يونس بن متى.
قالوا له الاخر وما يدريك يونس بن متى انت هنا هو اللي في وكيعرف هو من البلد. قالوا هو نبي وانا نبي. فاكب ذلك الرجل على رجل النبي ويديه يقبلهما وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هل يقول لهم ان شاء الله الهدايه أهم يقسمون رحمه ربك؟ ربي يقسمها. ورجع لعند هذوك بجوج قال لهم شوفوا هذاك السيد رجل مبارك هو نبي. فضربوا واحد بصرفقه قال له دير سوق راسك انت عبد. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك وخرج في حمايه المطعم بن عدي في جواره باش يدخل لمكه لان الناس يمكن عرفوا بانه جل الطائف. فدخل في جوار بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ودي كاين كاين. قال له انت في جواري. فاعلن المطعم بن عدي ان محمدا في جواره وتا واحد ما يقيسه. وقد كانت العرب اذا جاء اذا جارت اجارت احدا فهو في 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 جوار لا احد. وبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه حتى وقعت واحد الحادثه هي من الامور اللي كتبين المقام ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهي حادثه الاسراء والمعراج. فقد اسري به من مكه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذا هو الاسراء على متن البراق. ثم عرج به من المسجد الاقصى الى ما بعد سدره المنتهى مرورا بالسماوات السبع. وكان في كل سماء كيلقى نبي. في الاولى ادم، في الثانيه بني الخاله سيدنا يحيى وزكريا، في الثالثه سيدنا يوسف، في الرابعه سيدنا ادريس، في الخامسه سيدنا هارون، في السادسه سيدنا موسى، وفي السابعه لقى سيدنا ابراهيم الخليل متكئا على البيت المعمور. البيت المعمور في السماء السابعه في شكل موازي مع البيت الحرام. البيت الحرام شكون اللي بناه؟ سيدنا ابراهيم. والبيت المعمور لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا ابراهيم متكئ عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ابراهيم الخليل وهو اشبه الناس بصاحبكم، اي كيشبه ليا. ثم بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ما بعد سدره المنتهى حيث وحده حيث فرضت عليه الصلاه الصلوات الخمس. ثم رجع من حينه الى مكانه. قال لما دخلت المكان ديالي لقيت بلاصتي باقيه دافيه بحيث الرحله ما فاتش تقريبا واحد 10 دقائق. لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذا الكفار قريش والناس كاين اللي كان يلاه كيدخل الاسلام باقي ما مقادش خرج من الاسلام. هذوك الكفار قريش كاين اللي كيضرب قال لك راسه كاين اللي كيضرب وجهه. وجاو لعند سيدنا ابو بكر الصديق جاو لعندو قالوا له قال له يا ابا بكر اجي شوف صاحبك كيقول شي حوايج راه هادشي راه. قال له شنو؟ قال له كيقول بانه مشى لبيت المقدس ام بيت المقدس طلع لشي اماكن ورجع من ليلته. حنا بيت المقدس ملي كنمشيو له كيخصنا واحد 3 شهور ومن ليلتي وفي جزء من الليل. فقال لهم سيدنا ابو بكر الصديق او قد قالها واش قالها ولا كتكذبوا عليه؟ قالوا والله لقد قالها. قال لهم ان كان قد قالها فقد صدق. اش كتقول يا ابو بكر؟ قال لي مودي انا اصدق بان الوحي ينزل علي من السماء الارض فالذي ينزل علي الوحي من السماء الارض استطيع ان يرفعه الى حيث اراد. فسمي صديقا. هذه نفسات على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الاسلام من خارج مكه وتلقى بالناس ديال يثرب في موسم الحج كانوا 7 ديال الناس دعاهم الى الاسلام. هادو الناس كانوا عقلاء كانوا عايشين مع اليهود واليهود كانوا دائما كيهددوا العرب يثرب في يثرب كانوا كيهددوهم بظهور نبي اخر الزمان. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو النبي الذي كانت تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه. ومشوا العامين بعد منه جاءوا 12 من الاوس والخزرج واعلنوا اسلامهم. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قاعد معهم عام جاءوا 70 واحد العام الثالث انا توقع بيعه العقبه الكبرى اللي غيبايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم 70 واحد من الرجال ومرأتان بيع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وأنه يهاجر لعندهم على أن ينصروه في المنشط والمكره وعلى أثرة من أنفسهم في المنشط والمكره. هنا غتبدا مرحلة أخرى وهي مرحلة الهجرة وما بعد الهجرة. هذه نخليها إن شاء الله لحلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.